لهجنا أصحاب السمو والشيوخ شوطنا هنا الحادي عشر من تمة انطلاقتي خاص هذا الشوط بالقعدان المحليات الأصايل، وهناك سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين. نتابع معكم هذه الانطلاقات، نتابع التحدي ونسير في الصدارة، نسير في المقدمة وفي المركز الأول وصدارة هذا الشوط. منبع من ياتي على الصدارة وعلى المركز الأول هنا من هجن الرئاسة بقيادة أحمد بن مطر بن مايد لخيلي بهذا الانطلاق المميز والجميل. المركز الثاني، المركز الثاني والمنطلق هنا بهذا الأداء المميز والجميل والتحدي، ياتي سراب لسمو شيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرطي الحميري، من غير على صدارة وعلى المركز الأول مدلل، يأتينا على المركز الثاني هنا من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ووصل سراب هنا أيضا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة الشاعر حمد بن علي العويسي، من أخذ المركز الرابع وأيضا فاز بنقطة في صباح هذا اليوم بهذا الانطلاق المميز والجميل بهذا التحدي والإثارة. المركز الخامس والقدوم هنا من شاهين من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري، وسراب يأتينا سادسا لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد، هنا أيضا السويدي وصول من شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، مطر بن سيب بن لاحج الهايري في تضميره النشمي قادم من هجن الرئاسة بقيادة السيل بن حمد بن دري فلاحي بهذا الأداء المميز والجميل. المركز التاسع، وصل الأسد هنا من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد لقيلي، من وصل بهذا الانطلاق أشقر أيضا قادم على المركز العاشر من هجن الرئاسة بقيادة المميز مبارك بن أحمد بن مايد لقيلي بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. نعود مشاهدينا الكرام إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سراب المتسرب على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، سراب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المتمرس عتيق بن سالم بالعرطي الحميري، هنا أبو أحمد الدافع بهذا الانطلاق أيضا بسراب على صدارة على المقدمة على المركز الأول في هذه المتابعة المتميزة من قناة يأس الرياضية المنطلقة في هذا التحدي والقنوات الناقلة الأخرى لهذا الحدث الجميل. المركز الثاني، وصل منبع، وصل منبع وبدأ يتسلل بهذه الانطلاقة إلى صدارة إلى المركز الأول، يحمل شعار هجن الرئاسة هنا هذه المؤسسة العملاقة التي تنطلق بهذا الأداء. منبع بقيادة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد لقيلي، يا ما قاد أيضا هناك أبوه بالانطلاق وبالتحدي وبالإثارة بهذا الانطلاق الجميل. الوصول من مدلل، مدلل على المركز الثالث هنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وفي المركز الرابع وصل سراب، وصل سراب على المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي مضمر خمس نجوم أيضا يتواجد بهذا الانطلاق المميز. هناك المستحيل من الجانب الآخر مع شاهين، يأتي خامسا من هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري في التضمير يتواجد بذياب بهذا الانطلاق، وصل على المركز السادس الأسد ومتبك الشر عن أنيابه الأسد هنا سادسا من هجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد لخيلي البارع يتواجد بهذا الانطلاق الجميل. المركز السابع، يأتينا شاهين سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع المنتشي مطر بن سيف بن لاحج الهايري، ابو عمر يتواجد بهذا الانطلاق المميز والجميل والتحدي والإثارة.
المركز الثامن في هذا الانطلاق، المركز الثامن وصل هنا هملول من هجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، وفي المركز التاسع هنا القادم في هذه اللحظات هنا أيضا المارج من هجن العاصفة مع الواثق حمد الراشد بن حمد بن غدير، والمركز العاشر المركز العاشر النشمي من هجن الرئاسة ويحمل الرقم 10 بقيادة سهيل بن حمد بن دري الفلاحي بهذا الانطلاق المميز والجميل. أعود إلى صدارة، أعود إلى المقدمة، لا زال سراب على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، مسيطر على زمام الأمور، مسيطر على صدارة على المركز الأول، سراب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بن عرطي الحميري هنا يقدم أبو أحمد لنا أيضا سراب المتمرس مع سراب هنا بهذا الانطلاق المميز هنا مدلل على المركز الثاني مدلل من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، شاهين قادم، شاهين هنا أيضا من هجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، وسراب سراب على المركز الرابع، سراب المنطلق لسمو الشيخ زايد بن المرب مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي والأسد الأسد وهملول، وهناك منبع ثلاثية الرئاسة قادمة هنا بقيادة البارع وأيضا الظافر، وهناك الفيلسوف، يا سلام هنا على المركز في هذا الانطلاق المميز والجميل. وصل شاهين، وصل شاهين لسيدي صاحب السمو يقم محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع المنتشي مطر بن سيف اللاحج الهايري هنا مع الأعلام، أعلام الأعلام، أعلام دول الخليج هنا تستقبل هذا الانطلاق الخمسمائة متر الأخيرة، يا سلام الله. ولكن هنا أرى سراب، سراب يتسلل، سراب على الصدارة، سراب على المقدمة، على المركز الأول، ينطلق صدارة هذا الشوط، سراب 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 لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي، والأسد الأسد الأسد كشر على نيابه، الأسد الأسد ينطلق على الصدارة مع البارع، مع البارع برع البارع في انتزاع الصدارة مع هجن الرئاسة، تهانينا تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للبارع عيسى بن أحمد بن مايد خيالي على هذا الأداء. المركز الثاني شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رابي سعيد المكتوم، المركز الثالث سراب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رابي سعيد المكتوم، المركز الرابع سراب لسمو الشيخ زايد بن المر المكتوم المكتوم، وكان منبع على المركز الخامس هنا من هجن الرئاسة. ها هي الانطلاقات لمشاهدينا ومتابعينا الكرام مع ايضا الاسد، وقلنا الاسد مكشر عن انيابه من بدايه الانطلاقه، ها هو يعلن الفوز والناموس بتسع دقائق 22 ثانيه اربعا من الاجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس لهجن هنا ايضا الرئاسه، تهانينا ايضا البارع عيسى بن احمد بن مطلب بن مايد لخيالي بهذا الانطلاق المميز والجميل. المركز ثاني كان من نصيب ايضا مركز الثاني شاهين سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده المضمر السيد هنا ايضا مطر بن سيف اللحج الهايري، اما المركز الثالث فكان من نصيب سراب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده ايضا هناك ايضا عتيق بن سالم بن عرض الحمير 9 دقائق 23 ثانيه سبعا من الاجزاء من الثانيه، هو التوقيت الزمني الذي سجل به هذا الانطلاق المميز والجميل. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل في هذا الانطلاق المميز والجميل، شوطنا الثاني عشر هنا ينطلق باداء مميز وعرض جميل هنا خاص هذا الشوط ايضا.